الموجودين في المنطقة دائما لما عم نذكر هذا التاريخ عم يصير في هلع وخوف من ذكر 6 فبراير. يعني حتى التاريخ انه خلاص يا اخي لا تذكرونا بالتاريخ. زلزال تركيا وسوريا، هل استقرت أحوال المنكوبين بعد عام من الكارثة؟ في الساعات الأولى من صباح 6 من فبراير من عام 2023 ضربا زلزالان مدمران أجزاء من تركيا وسوريا في المنطقة القريبة من الحدود بين البلدين. زلزال بقوة 7.8 على مقياس ريختر كان مركزه بالقرب من مدينة غازي عنتاب، ثم أعقبه زلزال آخر بنفس القوة تقريبا وكان مركزه شمال غازي عنتاب. نحو 55,000 شخص فقدوا حياتهم، 100,000 شردوا، ومئات الآلاف من المباني دمرت في جنوب تركيا وشمال غرب سوريا. والآن بعد مرور عام على ذلك الزلزال، كيف تبدو حياة من تضرروا منه؟ هذا بودكاست يستحق الانتباه، وأنا إيناس عبد الوهاب. علاء حطاب صانع محتوى سوري لا يزال وعائلته يعانون من الآثار المادية والنفسية للزلزال. علاء دمر منزله في مدينة كيلس التركية، وفقدت زوجته عددا من أفراد عائلتها عقب الزلزال. مرحبا علاء. مرحبا، تحياتي أنسة إيناس وتحية للسادة المتابعين. علاء، أين تعيشون الآن؟ نحن الآن ما زلنا في مدينة كيلس الواقعة جنوب تركيا، وطبعا هي إحدى الولايات التي تم تحديدها ضمن الولايات المتضررة في زلزال سوريا وتركيا. طبعا الزلزال ضرب المنطقتين، تركيا جنوب تركيا وشمال سوريا أيضا، فنحن ما زلنا في هذه المنطقة. طيب، حدثني عن ذلك اليوم. أعرف أنك دونت ما حدث لكم في على يوتيوب. صحيح، على يوتيوب وعلى المذكرات الشخصية الحقيقة. يعني كان بداية الفكرة أو بداية الموضوع كانت الساعة 4:17 تقريبا في السادس من فبراير شباط ل 2023. ففي وقوع هذه الدقائق يعني هلع شديد أصاب من في المنزل، وأصوات غريبة بدأنا نسمعها الحقيقة. أصوات الناس وهلع الناس بالإضافة إلى أصوات يعني غريبة حقا كنا نسمعها في تلك اللحظات. استيقظنا، كنا نائمين، استيقظنا أنا وزوجتي راما، وبلحظة ما اطلعنا ببعض أدركنا يعني ما يحصل، ومباشرة اتجهنا إلى غرفة الأولاد. هي حملت ابني أمير وأنا حملت براء الله يحفظهم، وبعدين أخذنا يعني أخذت هيك أشياء يعني سريعة جدا أمامي كانت، ونزلنا على الدرج وصرنا تحت. الأشياء مثل بطانية أو ماء يعني قررت مياه وهيك، ونزلنا فورا ل يعني أسفل للمبنى. المنزل دمر بالكامل؟ طبعا اعتذر، طب اعتذر طبعا عن يعني على محاوله احياء ذكرى ذلك اليوم، ولكن يعني فكره ان احنا نناقش عام بعد الزلزال غير ممكنه من غير ما نتحدث عن كيف حال هؤلاء الذين تضرروا منه. تلقي الخبر بصراحه كان هو بالنسبه لنا هو الحادث الاكبر بالنسبه للعائله. بعد 6 أيام كانت العائله ما زالت تحت الانقاض، وشالوا الانقاض، ويعني بعد 6 أيام استنتجوا أنه الكل متوفي رحمهم الله. عائلة بالأكمل يعني الأم والأب والأبناء وإلى آخره رحمهم الله. الحقيقة بالنسبة للمبنى عندي كان الضرر بسيط ببنايتي نفسها، لكن في بنايات محيطة بنا كان الضرر بها كبير، مثل ما شفنا بوسائل التواصل والوسائل الإعلام. فطلعت بالسيارة، أنا اضطريت أنه أترك غادر المبنى لأنه في ضرر. حتى الأعمدة شفنا تشققات بالأعمدة وهيك، فكان أبدا ليس من المنطقي أن نبقى في المنزل. طلعنا بالسيارة، أخذت معي حاجات أساسية، وبقينا خلال تقريبا 6 أيام في السيارة. طبعا
طبعا العيشه بالسياره مش سهله ابدا، يعني صح هي تجربه اولى بالنسبه لي، لكن مش سهله ابدا، خاصه انه مش كرفان، يعني نحن عم نتكلم عن سياره مدنيه عاديه. كان هو الحل الوحيد فاضطريت وقتها. 100% كان هو الحل الوحيد. ما كان اصلا متوقع انه حيصير هذا الشيء، فما كان في تجهيزات كامله اللي هي مثلا ممكن يكون كرفانات او هيك. هذا الشيء صار مستقبلا، بعد مثلا خليني خبرك اسبوع او اكثر، صار في كرفانات، صار في خيام للبعض. انا انشات خيمه خاصه لإلي، كنا نشيلها معنا نتنقل فيها بالحدائق، اقمنا بالحدائق وهيك. رحت اقمت بمحطه وقود لفتره، طبعا بس داخل السياره، لكن بمحطه وقود لحتى اذا لزمني ديزل لحتى ندفي السياره، لانه طول الوقت شغال السياره. كان طبعا قبل بليله كانت المدينه مثلجه، يعني كانت ثلوج، فكان هي احدى التحديات اللي كنا عم نعاني منها انسى ناس، اللي هو الجو البارد. فاقمنا بالسياره بهي الطريقه، يعني اخذت معي الحاجيات الاساسيه مثل يعني بطانيات ومعلبات، باور بانك لحتى اشحن الاجهزه اللي معي، اخذنا يعني مياه، كميه معينه من المياه، اخذت الحاجات الاساسيه، واخذت شوي العاب للاطفال، لانه الطفل ما استوعب فكره انه يعني نحن بحاله انسانيه او كارثه كونيه حنذكرها ل 100 سنه لقدام. طيب احكي لي، يعني أين أقمتم بعد ذلك؟ بقينا تقريبا 3 ايام عند صديقي، وبعدين يعني حتكمل حياتي او في عندي عمل وهيك، فاضطريت انه اوصل اهلي، عفوا زوجتي واولادي، لعند يعني اهلها، لانه بيتهم شوي امن من بيتنا، بغير طبعا بغير ولايه، ورجعت انا لكمل شغلي. طبعا في شيء ما ذكرته مهم لازم اذكره، انه نحن بتاني يوم فورا بعد الزلزال رجعت على البيت، واعتقدنا انه هي هزه بتصير مثل ما يعني مثل اي هزه عم تصير او كذا، صح انه هي اكبر والى اخره، لكن رجعنا على البيت. أنا عم ساوي فطور وكنا عم نفطر يعني، وصار هزت الساعة 1:45 على ما أذكر تقريبا، وكانت 7.6 أو 7.5. طبعا هذا الكلام يعني رجعت للمنزل اعتقادا منك انه خلاص، يعني انه ممكن ان تقيم فيه ثانية. إيه صح، أنا رجعت على البيت وأقمنا بالبيت، وكنا يعني قلت لك عم نساوي فطور وهيك، فصار الزلزال الثاني. طبعا هزة هن تاني. مش هزة ارتدادية، هذا كان زلزال آخر. ايوه. أول واحد كان 7.7 و7.8، الآخر كان 7.6، الساعة 1 ظهرا، الساعة 13 و45 على ما أعتقد. المهم فهذاك الوقت اتخذت قرار أنه ما عاد فيني أرجع للبيت إلا أخذ يعني تأكيد من الهيئات المختصة، وهذا ما حصل يعني بعد فترة من الزمن. أنا وصلت زوجتي لعند أهلها، وأنا بقيت بولاية كليس، صرت أنام بمكان عملي. مكان العمل هو عبارة عن طابق أرضي فقط، لذلك ما كنا محتاجين أنه يعني مبنى كبير أو كان في خوف أو كذا، كان أأمن شوي. وبحكم عملي كصحفي، فأنا مضطر أنه أبقى أو صانع محتوى حتى، فأنا مضطر أنه أبقى بهذا المكان. إذا ما كنت موجود بهذا المكان بهذا الوقت فما إلي حاجة بأوقات أخرى. المهم فبقيت تقريبا شهر، كملت الشهر وزوجتي وأولادي بعيدين عني. كمان هاي كانت بحد ذاتها يعني صعبة شوي، إنه بحالة إنسانية صعبة نحن عم نتواصل مع بعض، بنشوف أنت لسه بخير، أنت لسه بخير، فكان الموضوع كمان في صعوبة الحقيقة. طيب الآن أين تقيمون الآن؟ نحن رجعنا بعد تقريبا شهر او شهر ونص، رجعنا على البيت. طبعا اجت مديريه الكوارث على المبنى، اتصلنا فيهم واجوا وخليناهم يسووا كشف كامل على التشققات الموجوده بالمبنى والجدران يلي سقطت علينا. طبعا في احد الجدران عندي بالبيت جزء منه سقط علينا، الحمد لله ما حدا فيه شيء، ما فينا شيء يعني صحيا كلها تذكر. المهم فرجعنا بعد ما اجت الافات وكشفت على المبنى، رجعنا طلعنا على البيت واقمنا فيه يعني بغصه خلينا نقول، او على مضض. يعني نحن عم ننام الليل لكن خايفين الحياه، وخاصه انه الاهتزاز او الهزات الارتداديه ما وقفت لليوم، يعني نحن عم نتكلم عن متكرر. مثلا من شهر،
من هلا يعني اذا بنرجع شهر كان في هزه ارتداديه بمركزها هاتاي، ولايه هاتاي، كانت قويه جدا، ذكرتنا باحداث السادس من فبراير 2023، لانه نزلنا كلاتنا على الشارع ورجع الهلع من اول وجديد. وكيف حال الزوجة والأبناء الآن؟ يعني هلا نحن بخير الحمد لله رب العالمين، صحيا بخير، لكن بتصدقي انسه ايناس انه نحن عم نفكر انه ليله السادس من شباط ما ننام بالبيت. انا عارف يعني علميا انه صار الزلزال وصارت الكارثه وانتهى الامر، هي عباره عن هزات ارتداديه بسيطه عم تجي كل ان واخر، لكن نفسيا ما تجاوزنا هذا الشيء الحقيقه، يعني مع الاسف مش بس نحن كعائله، لكن الموجودين في المنطقه دائما لما عم نذكر هذا التاريخ عم يصير في هلع وخوف من ذكر 6 فبراير، يعني حتى التاريخ انه خلص يا اخي لا تذكرونا بالتاريخ. شكرا جزيلا علاء حطاب، يعني كل الشكر، ونتمنى لكم السلامة جميعا. عقب الزلزال، كنيسة الروم الأرثوذكس في مرسين فتحت أبوابها أمام المنكوبين لتلبية احتياجاتهم من المأوى والطعام بعد أن تحولت لمركز إيواء للجميع. الأب جوشكون تيمور كاهن الكنيسة، مرحبا بك في بودكاست يستحق الانتباه. مرحبا بكم. يعني مدينة مرسين فيها شعرتم بالزلزال، لكن لم تتضرر بقدر مدن أخرى، يعني هل يمكن القول إنها نجت من الزلزال؟ صحيح صحيح، مش متضررة لأنها هي خارج منطقة خطر الزلزال. بالتالي يعني كان يعني لزاما على سكان المدينة أن يساعدوا، يعني يقوموا بجهود الإنقاذ. قمتم بالمساعدة بإرسال المساعدات واستقبلتم أعداد كبيرة من المنكوبين. نعم نعم، مثل ما تفضلتي. طيب احكي لي على يوم الذي تحولت فيه الكنيسة لمركز إيواء للمنكوبين. يا سيدتي الكريمة، هي من أول لحظات التي وصلت لنا خبر الزلزال المدمر، كنيستنا مع إدارة الهيئة، مع هيئة الإدارة وأخوية السيدات وجمعية الشباب، كليتنا التمينا بكنيسة مرسين وابتدأنا في تهيئة ما يلزم عشان نستقبل إخوتنا المنكوبين في منطقة الزلزال. وقررت جمعية إدارة الكنيسة في البداية أولا إرسال مواد غذائية، وعلى رأسها المي والخبز يلي كانوا يحتاجونه بسرعة. فاستأجرنا شاحنات من مرسين و ملأناها بالمياه، مياه الشرب والخبز، وأرسلناها إلى منطقة أنطاكيا لتتوزع على أبناؤنا المنكوبين هناك. بكل صعوبة كنا عم نحصل على اتصالات، لأنه شبكة الاتصالات انهارت إثر الزلزال. بوسائل ما قدرنا نتصل في بعض من الإخوة هناك عن طريقة ما، فبلغونا عن احتياجاتهم بالأول مشان المي والخبز والوقود. ففي الصفقة الأولى بعتنا لهم شاحنتين من المياه والخبز، وبعد منها حصلنا مجموعة كمية كبيرة من الوقود، البنزين والمازوت، وبرضو شحناها في شاحنة وأرسلناها إلى مدينة أنطاكيا على أن تتوزع في لإخوتنا اللي هن بحاجة لتشغيل بعض الأجهزة، ومنهم أهم شيء المولدات عشان يحتفظوا في الجثث يلي يحصلوا عليها من تحت الأنقاض. فهكذا أول يوم ابتدينا على هالشكل، وفي اليوم الثاني وفي اليوم التالي اللي هو نهار الثلاثاء
استأجرنا حافلات على أن ننقل من هناك إخوتنا الذين خلصوا حال من الزلزال الذين نجوا. في البداية بعثنا أول حافلة، فبما أنه الطرق المسافة هي من مرسين لأنطاكيا تأخذ 3 ساعات، ولكن من بسبب الازدحام اللي حصل لأنه ناس كتير كان عم تتدفق إلى أنطاكيا لتنقذ ما تقدر تنقذ من أهاليها أو من معارفها أو من أقاربها، لذلك الخط السير كانت الحكومة خصصت الجزء الكبير منه لسير سيارات الإسعاف. طيب كم عدد من استقبلتم من المتضررين من الزلزال في خلال الكنيسة؟ في خلال 4 أيام استطعنا أن ننقل من هناك ما يقارب 1500 شخص. فنحن الكنيسة حولناها إلى مبيت، المقاعد كلها فرشناها بشكل بورتاتيف عشان نقدر تنام الناس فيها، وصالة الكنيسة برضو حولناها بالليل إلى منامي، وبنهار كمطعم مشان تقديم الوجبات. كنا عم نعمل 3 وجبات نهاريا، فطور وغدا وعشاء إلى إخوتنا اللي عم يجونا من أنطاكيا. طيب هل لازلتم على تواصل معهم؟ أولا هم كم عدد الأيام الذين بقوا فيها في الكنيسة؟ نحن الكنيسة بقيوا فيها تقريبا أكثر من شهر. لمدة شهر نحن استضفناهم في صالات الكنيسة، وعندما زادت العدد اضطرينا استأجرنا فنادق. طيب أنتم الآن على تواصل معهم؟ هل لازلتم على تواصل معهم؟ ما زلنا على تواصل معهم. مجموعة منهم استقروا في مرسين حوالي 40 عائلة، والباقي يا سيدتي الكريمة في شهر 6 شهر يونيو اضطروا الرجوع إلى مناطق قريبة من أنطاكيا ليروا وضع بيوتهم أو أماكن العمل تبعيتهم اللي تدمرت، لأن فيها دبش كتير وأثاث البيوت كانت موجودة، لذلك فضلوا يكونوا قريبين من مدينة أنطاكيا وضواحيها. طب يعني هل نقدر نقول إنه استقرت أحوالهم إلى حد ما بعد مرور عام على الكارثة؟ إلى حد ما صاروا يقدروا يفكروا بعقلانية، يعني شو بدي يعملوا، لأنه أول أيام بأثر الزلزال ما كان عندهم هذا الوعي. ولذلك نحن عندما استضفناهم هنا ومجموعة منهم كملنا لهم احتياجات الطبابة في المستشفى، في المستشفيات القريبة عنا في مرسين. فبعد منها لحد شهر 6 استقروا عنا في الكنيسة، ومجموعة في الفنادق، ومجموعة في منازل رعيتنا في مرسين سكنناهم هناك. طيب الآن وأنتم، يعني سؤالي الأخير، الآن وأنتم على لازلتم على تواصل معهم، ما هي أهم المشكلات التي تواجههم حاليا؟ حاليا يا سيدتي الكريمة أهم مشكلة هي مشكلة السكن. الحكومة التركية ابتدت بحملة كبيرة، لأنه مناطق الزلزال اللي تضررت من الزلزال هي 13 محافظة، ما يعادل تقريبا 13 مليون نسمة ساكنين فيها. فنسبة كبيرة من المدن هذه تهدمت وتدمرت، فصارت طبعا هجرة من هذه المحافظات إلى أماكن أو محافظات في الجوار قريبة من محافظتهم، والأغلبية فضلوا اللجوء إلى مرسين، بما أن مرسين هي خارج منطقة خطر الزلزال جغرافيا. فلهالسبب يعني عدد سكان مرسين زادت أكثر من 600 ألف.
زايد على عدد سكان الأصليين. من نواحي كل هذه المدن الناس هاجرت إلى، أغلبيتهم إجوا إلى مرسين، ما يقارب 600,000 نسمة استقروا في مدينة مرسين، ومدينة مرسين مع الولاية والمحافظ وبقية الجهات العامة كلها أخذوا التدابير اللازمة بخصوص إسكان هذه المواطنين. وبعد مدة، لمدة 6 شهور، في شهر 6 كثيرين منهم حاولوا الرجوع إلى مناطقهم ليروا الموضوع. وبهالفترة طبعا الحكومة، مسؤولين الحكومة أسسوا مناطق خيام أو حاويات، مساكن مؤقتة للمتضررين من الزلزال، فكثيرين منهم رجعوا للسكن. شكرا جزيلا الأب، شكرا جزيلا الأب، كل الشكر الأب جوشكون تيمور راعي كنيسة الروم الأرثوذكس في مدينة مرسين، وقد روى لنا جانبا من حياة منكوبي الزلزال بعد مرور عام على تلك الكارثة. كل الشكر الأب جوشكون تيمور راعي كنيسة الروم الأرثوذكس في مرسين، وقد روى لنا جانبا عن حياة منكوبي الزلزال بعد مرور عام على تلك الكارثة. أما في سوريا والتي تعاني أصلا من آثار الحرب الدائرة فيها منذ عام 2011، فقد تسبب الزلزال الذي وقع في 6 فبراير من عام 2023 في نزوح نحو 400,000 عائلة نتيجة دمار المباني. المزيد حول هذه القصة على موقعنا bbcarabic.com. هذا كل ما لدينا في حلقة اليوم، شاركونا بآرائكم وتعليقاتكم على حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وأخبروا أصدقائكم أن هذا البودكاست يستحق الانتباه. حلقات يستحق الانتباه من الاثنين إلى الجمعة يمكنكم مشاهدتها على قناة بي بي سي نيوز عربي على يوتيوب، أو الاستماع والتحميل على منصات البودكاست المفضلة لديكم وعلى موقعنا bbcarabic.com. أعد حلقة اليوم محمد قطب وعباس سرور، في الإخراج التقني روب غريف وبول بايت، وفي رئاسة التحرير كريمة كواح، وكنت معكم إيناس عبد الوهاب. We'll be right back.